السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم واحد الشهوه ديروها في الكوتي ولا ديروها في الا كنتو غاديين عند شي واحد. المهم كيبغيوها الكبار كيبغيوها الصغار، كلشي كيبغيها حيت فيها الشوكولات. المهم انا حطيت كلشي حدايا. عندي 200 غرام ديال الشوكولا نواغ، 70 غرام ديال الدقيق، 100 غرام ديال السكر سنيدة، 150 غرام ديال الزبدة. هنا عندي اللوز مهرمش، انا اللي خليته بالجلوف ديالو وكلشي. وهنايا عندي 3 البيضات. الا شفتوا هاد لي زانغريديون نورمالمون تعرفوا راه سان بروني. وهنايا عندي الطاوة ديالو، ها هي كارية درت عليها بابي كويسون. وان شاء الله غنبداو على بركة الله. من بعد الشوكولات داب ليا، نتحركوا بحال هكا. واللي ما عندهاش الميكرون بيان سور ديرو في سميتو في حمام مريم. غتزيدو السكر، غتبداو تزيدو البيض بشويه بشويه. غديروا بيان سور هاد الوصفار ما كتبغي لا خميره لا والو، حيت ما بغيناش يكون تكون كيكه، حيت براوني كيبقى بلا. فوالا بقاو تحركوها بشويه بحال هكا. وبيان سور الا ما عندكمش اللوز ديروا القرقع، حتى هو كيجي زوين فيه. ولا ما عندكمش القرقع وبغيتوا ديروا للدراري الصغار، ديروا هذوك اوغيو. ملي تفرشوا بحال هكا الخليط ديالكم في الطاوه، حطوا هذوك الحلويات فوق الخليط وغيجيكم زوين. وانت هو نحيد هادي ونستعمل هادي. صافي ندير اللوز ونخلط. دابا ناخدو الخليط ديالنا صافي. من بعد غندخلو الفران 20 دقيقة في 160 الحرارة ورجع معكم. ها هو الشكل النهائي، فوالا خرج طيب وفي واحد الريحه ديال الشوكولات زوينه وزوين باقي سخون. غنخليه دابا حتى يبرد ونديمو ليه ونوري لكم الداخل ديالو.